بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الموليكولار سيمتري، وده الجزء السادس منها. وكنا اتكلمنا عن السي ان، وهنتابع كلامنا عن السي ان. بس قبل ما نكمل احب انبهكم على ان بعد ما نخلص شرح الاس ان اللي هو اخر سيمتري اليمنت بعد السي ان، هنعمل فيديو للتلخيص السيمتري اليمنتس كلها. هنختصر فيها كل الشرح اللي شرحناه في الفيديوهات السابقة الى صفحة واحدة هيكون فيها المعلومات ملخصة بشكل كامل، بحيث ان دي الصفحة اللي هتبتدي تدونوها في الكراسة الخاصة بملخص المنهج اللي هتراجعوا فيه ان شاء الله قبل الامتحان. وبعد ما نعمل الحصة بتاعة الملخص هيكون ان شاء الله في حصة لحل الامثلة. كان في بعض الملاحظات المهمة، كنا قلنا ان اذا اي مركب قدامنا عنده more than one rotational axis فيبقى the one with the highest value of n is the principal axis of rotation، هو الاكسس الرئيسي للدوران. وكنا خدنا المثال BTCL4، وكنا قلنا ان عند البي تي بنحط axis of rotation قيمته C4 عشان احنا نقدر ندور بمحور دوران 90 درجة. C4 يعني دوران 90 درجة، فلما ندور المركب 90 درجة هتيجي CL1 مكان CL2، في نفس التوقيت هتكون CL2 بتيجي مكان CL3، CL3 بتيجي مكان CL4، CL4 بتيجي مكان CL1. طبعا في بعض الملاحظات المهمة، انك يفضل انك تعتمد ال clockwise rotation، تمشي الدوران بتاعك مع عقارب الساعة، وده هنبتدي نحسبه انه نوع دوران واحد. وبعد كده هنفهم ان في anti clockwise rotation. فكنا قلنا C4 مكانها هنا متثبت عموديا على البي تي، تمام. وكنا قلنا ان في نفس المكان كولينير مع C4 نقدر نثبت C2. فلما نعمل دوران، يعني اذا ثبتنا محور يمر بالبي تي فقط ونعمل دوران 180 درجة، فهتيجي سي ال اللي رقمها 4 مكان سي ال 2، والسي ال 1 هتيجي مكان سي ال 3، تمام. فاذا في محورين هنا في نفس المكان، بنسمي السي 2 الموجودة مع البرنسبل اكسس اوف روتيشن بتاعنا بنسميها سي 2 كولينير مع مين؟ مع السي 4، زي ما هو موضح في الجانب دهوت. ادي سهم مكتوب عليه ان احنا لو عملنا سي 4 اوبريشن هيبقى المركب له شكل مطابق تماما للشكل الاصلي او مشابه تماما للشكل الاصلي، لكن الكلورز غيرت مواضعها مع بعضها، تمام. فالكلور رقم 1 بقت هنا، و2 جت هنا، و3 هنا، و4 هنا. فطبعا نقدر نكتب على نفس المحور، ففي نفس المكان اللي فيه السي 4 هيكون في C2 كولينير معاها. فلما نعمل C2 operation هنلاحظ ان احنا هندور المركب بزاوية 180 درجة عن طريق محور متثبت في نفس المكان يمر بالبي تي فقط. فال CL1 هتيجي مكان CL3، ونفس التوقيت ال CL2 هتيجي مكان CL4 زي ما هو مرسوم قدامكم هنا، تمام. فلما نجمع كل ال axis of rotations الموجودة في المركب بتاعنا ده، طبعا مركب square planner، فاحنا كنا قلنا في الفيديوهات السابقة ان في C2 في البوزيشن ده، ورمزنا لها ب C2 برايم، هي وال C2 الاخرى برضو دي C2 برايم احنا معلمينهم هنا بالازرق، تمام. وكنا قلنا ان في محورين تانيين C2 ورمزنا لهم C2 دبل برايم ملونينهم هنا بالاحمر، و C2 في البوزيشن التاني برضو C2 دبل برايم. وممكن طبعا ترجعوا للفيديو السابق لمعرفة ليه احنا فرقنا ما بينهم. وكنا قلنا حالا ان في C2 كولينير مع C4 اللي هو البرنسبل اكسس اوف روتيشن، واحنا هنا ملونينهم بالاخضر ورسمينهم بشكل مايل عشان تنتبهوا انهم مش في نفس البلين بتوع الاربعه اكسس التانيين، يعني اللي بالازرق وبالاحمر دول في بلانر في نفس البلين بتاع الموليكيول، اما اللي بالاخضر اللي هو C4 وC2 الكولينير معاه ده بيربنديكولار على البلين بتاع الموليكيول وبيمر بالبي تي فقط. نرجع للملاحظات المهمة اللي كنا بنتكلم عليها. فكنا بنقول ان احنا بناخد الروتيشن كلوكوايز روتيشن، نمشي مع عقارب الساعة وندور، تمام. ف باقي الملاحظات اللي هتهمكم ان لو عملنا على المركب بتاعنا ده 3 successive C4، يعني ايه 3 successive C4 روتيشن؟ هنعرف بعد شوية صغيرة. لو عملنا 3 successive C4 rotations هيكونوا identified as C4-3، يعني لما نعمل 3 دورانات متتابعة
بالمحور C4، فبنرمز لها بالرمز C4 ونحط فوق رقم 3. معنى كده لما نكتب بالشكل ده معناها ان احنا بنقول ان احنا عملنا 3 دورانات متتابعة من C4. يعني ايه اصلا 3 دورانات متتابعة او 3 successive rotations؟ عشان نعمل 3 successive rotations بالمحور C4 بتاعنا، فأول حاجة بنعمل C41، يعني دوران مرة واحدة على المحور C4. فأدي المحور C4 متثبت قدامنا، فلما ندور 90 درجة هتيجي CL1 مكان CL2، CL2 مكان CL3، CL3 مكان CL4، CL4 مكان CL1 زي ما هو مرسوم قدامنا هنا. تمام، يعني CL1 اتحركت 90 درجة وجت مكان CL2 في المكان ده. تمام، وكل المركب دار بنفس الطريقة 90 درجة، فأصبح ترتيب الذرات بنفس الترتيب الموضح قدامنا. تمام، فبعد ما بقى المركب قدامنا CL1 هنا وCL2 هنا، هنعمل دوران C4 مرة كمان، فاحنا عندنا C4 في نفس المكان ما زال ثابت، فهنعمل C4 مرة كمان، فيبقى عملنا C42، يعني C4 مرتين، دوران مرتين، المرة التانية للدوران. فبعد ما كانت C1 هنا CL1 هنا، هتلف 90 درجة من الموقع اللي هي فيه برضو clockwise rotation. يعني احنا بدأنا اصلا clockwise، مشينا مع عقارب الساعة. تمام، فحصلنا بعد C41 على المركب بالشكل ده. دلوقتي احنا واقفين معانا المركب بالشكل ده، هنعمل C42، هنعمل دوران مرة اخرى على المحور C4. فCL1 بتاعتنا اللي هنا هتلف 90 درجة برضو clockwise وتيجي مكان CL2، هتكون CL2 في نفس التوقيت بتيجي مكان CL3، CL3 مكان CL4، وCL4 هتيجي مكان CL1. فهيصبح المركب بعد مرتين دوران على C4 هيصبح بهذا الترتيب، CL1 جت في الموقع ده. تمام، طب لو عملنا C4 ثلاث مرات، C4 3، يعني هندور على نفس المحور C4 برضو clockwise rotation بس للمرة الثالثة. فالمرة الثالثة هتكون CL1 لفت 90 درجة كمان، جت مكان CL2، والCL2 في نفس التوقيت بتيجي مكان CL3، والCL3 هتيجي مكان CL4. فيصبح المركب بتاعنا بالشكل ده، CL1 اتحركت وجت في البوزيشن ده، CL2 بقت هنا، CL3 هنا، CL4 هنا. تمام، فده 3 successive rotations بالC4. تمام، فدلوقتي انت عرفت يعني ايه لما تشوف رقم صغير مكتوب فوق المحور، ده معناه عدد المرات من الروتيشن اللي انت عملته على نفس المحور. تمام، الملحوظة التانية ان C4، طبعا بنتكلم عن نفس المثال بتاعنا اللي هو BTCL4، لو عملنا C4 مرتين فده هيكافئ ان احنا نعمل C2، ونقدر نشوفها حالا. فلما نشوف احنا لما عملنا C2 مرتين، ادي C4 عفوا مرتين، ادي C4 مرة واحدة وبعدين C4 مرتين، وصلنا لان المركب شكله كده، CL1 في المكان ده، والCL2 هنا، CL3 هنا، CL4 هنا. المركب احنا بادئين بيه بهذا الوضع، ان CL1 على اليمين. تمام، وبعدها CL2، CL3، CL4. هل احنا اذا عملنا C2 لفينا دوران 180 درجة، ايه اللي هيحصل للمركب؟ CL1 دي هتلف 180 درجة في نفس المستوى بتاعها، هتيجي مكان CL3، والCL3 هتيجي مكانها. في نفس التوقيت هتكون CL2 بتيجي مكان CL4، والCL4 بتيجي مكانها. تمام، وده بالظبط شكل المركب بعد ما عملنا C4 مرتين. يبقى دوران 180 درجة على محور كولينير مع C4، على محور C2 كولينير، يعني على نفس الاستقامة أو في نفس المكان بتاع C4، لما ندور 180 درجة هي نفسها لو عملنا C4 مرتين. وطبعا منطقيا انت لما بتعمل C4 بتعمل دوران ب90 درجة، فلما تعمل C4 مرتين يعني هتعمل دوران ب90 درجة، بعدين ب90 درجة كمان، يعني عملت دوران ب180 درجة. فالكلام منطقي مش محتاج حتى رسم. وطبعا C4 اربع مرات اكيد هتساوي الايدنتيتي، لان C4 اربع مرات معناها انك هتدور بزاوية 90 درجة مرة، ومرة كمان يعني ادي دوران ب180 درجة، المرة الثالثة 270 درجة، المرة الاخيرة هيكون دوران ب360 درجة. فدوران C4 اربع مرات لازم هيرجعك للايدنتيتي بالظبط، للوضع الاصلي. ادي CL1 هتدور 90 درجة هتيجي هنا، بعدين 90 درجة كمان هتيجي هنا، بعدين 90 درجة كمان هتيجي هنا، 90 درجة كمان هترجع لوضعها الاصلي. يبقى C4 لما ندور مرة واحدة، بعدين ندور مرة كمان، بعدين مرة ثالثة، بعدين المرة الرابعة، يبقى C4 اربع مرات،
سي 4 اس 4 لازم ترجعنا للايدنتيتي، والكلام ده عام لاي سي ان، ان سي ان اس ان لازم تدينا الايدنتيتي. تمام، يعني تدور عدد دورات مكافئ للان بتاعت المحور لازم يرجعك للايدنتيتي. اخر ملحوظة في المثال بتاعنا ده بتقول لنا ان سي 4 ماينس 1 بتساوي سي 4 اس 3. يعني ايه سي 4 ماينس 1 تدينا سي 4 ثلاث مرات؟ سي 4 ماينس 1 يعني دوران سي 4 مرة واحدة، والماينس دي معناها انتي كلوكوايز، يعني لو دورت المركب حول المحور سي 4 بدل ما انت بتدور كلوكوايز زي ما كنا ماشيين المرة اللي فاتت، هتدوره انتي كلوكوايز عكس عقارب الساعة ودوران مرة واحدة. لو دورنا المركب اللي قدامنا ده عكس عقارب الساعة، فالسي ال 1 هتدور عكس عقارب الساعة فتيجي مكان السي ال 4، تمام، والسي ال 4 هتيجي مكان سي ال 3، سي ال 3 هتيجي مكان سي ال 2، سي ال 2 هتيجي مكان سي ال 1، تمام. وده شكل هيكون مطابق تماما للشكل النهائي اللي بينتج عن سي 4 ثلاث مرات. فلو رجعنا للرسم اللي كنا راسمينه، بعد ما عملنا سي 4 مرة واحدة، بعدين سي 4 مرتين، بعدين سي 4 ثلاث مرات، كنا وصلنا للمركب في هذه الصورة، ان السي ال 1 جت على اليسار والسي ال 2 بقت هنا والسي ال 3 والسي ال 4. لما نعمل سي 4 مرة واحدة عكس عقارب الساعة للمركب بتاعنا، هيكون السي ال 1 في نفس المكان. لو لاحظتوا الشكل ده مع الشكل ده متطابق، نفس المكان على اليسار والسي ال 2 على اليمين والسي ال 4 تحت والسي ال 3 لليمين في الاسفل. ادي المركب بتاعنا اللي احنا بادئين بيه، تمام، ولما عملنا له سي 4 ماينس 1 اصبح هذا هو الترتيب. سي ال 1 جت 90 درجه على اليسار انتي كلوكوايز، تمام، سي ال 2 لفت معاها انتي كلوكوايز فجت مكانها، وهكذا، واصبح ده ترتيب الذرات. وبعد ما كنا عملنا له سي 4 مره ومرتين وثلاث مرات، كنا وصلنا لترتيب ذرات مطابق تماما للترتيب اللي لو عملناه مرة واحدة انتي كلوكوايز. المثال اللي بعده اللي هنتكلم عنه هو البي اف 3، وطبعا هنكمل عنه الكلام في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، لان المركب فيه انواع كتيرة من سي ان اكسس. لكن بعد المقدمة اللي انتوا اخدتوها هيكون ان شاء الله سهل جدا تفهموا انواع السي ان اللي هنقابلها في المركب ده.